الصلاة. أمر الأمير بها فعادت، وهي ممن آمنا ومثالها منه المثال لمن وعى وتفطنا. نجم عظيم، مصدر كل حياة وحرارة وطاقة في مجموعتنا الشمسية. لولاه لما كان الإنسان ولا الحيوان ولا النبات. إنها الشمس. هل تصورتم يوماً أن ترد الشمس لأحد من البشر؟ قد تواترت الأخبار عند المسلمين بأن الشمس ردت مرتين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. والبحث في هذا الموضوع طويل، سنستعرض لكم تفاصيله. روى الشيخ الصدوق رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل ما كان في الأمم السابقة فإنه يكون في هذه الأمة مثله، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. إن هذا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله دفعنا للبحث عن حدث كوني مشابه لرد الشمس في الأمم السابقة، فكانت المفاجأة توثيق حدثين مشابهين لرد الشمس. حبس الشمس ليوشع بن نون عليه السلام. يوشع بن نون هو وصي النبي موسى عليه السلام، عاش بين القرنين 12 قبل الميلاد والثالث عشر قبل الميلاد. هو يوشع بن نون بن أفرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. إن حبس الشمس ليوشع بن نون يعتبر من المسلمات في النصوص الإسلامية. وخلاصة الحديث عن حبس الشمس ليوشع كما جاء في قصص الأنبياء للثعلبي قال: فلما انقضت 40 سنة ومات النبي موسى عليه السلام، توجه يوشع بن نون ببني إسرائيل إلى أريحاء ومعه تابوت الميثاق لقتال الجبارين، فأحاط بمدينة أريحاء 6 أشهر. فلما كان في الشهر السابع نفخوا في قرون وصاحوا صيحة واحدة، فسقط سور المدينة وكان القتال يوم الجمعة، فبقي منهم بقية وكادت الشمس أن تغرب وتدخل ليلة السبت، وكان القتال في شريعتهم يوم السبت محرما، فخشي يوشع أن يذهب النصر فقال: اللهم اردد الشمس علي، أو أنه قال للشمس: إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله. فسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقيم حتى ينتقم من أعداء الله قبل غروب الشمس، فردت له الشمس وزيد له في النهار 1 ساعة حتى قتلهم أجمعين. إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. هذا ما تؤكده الآيتان 12 والثالثة عشر
من الباب العاشر من كتاب يشوع في الكتاب المقدس. الثاني عشر: حينئذ كلم يشوع الرب، يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل، وقال أمام عيون إسرائيل: يا شمس دومي على جبعون، ويا قمر على وادي أيلون. الثالث عشر: فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. منذ حوالي 3400 سنة مضت، شعوب وحضارات مختلفة معزولة عن بعضها البعض جغرافيا، شهدت وأرخت في نفس التوقيت تقريبا حدثا غريبا من نوعه. فقد تحدثت مصر والصين والهند عن يوم طويل مفاجئ، وتحدثوا في شمال وشرق أمريكا عن ليل طويل مفاجئ أيضا. هيروديت المؤرخ الذي لقب بأبي التاريخ قال في تسجيلاته نقلا عن الكهنة المصريين الذين أروه مخطوطات قديمة تتحدث عن يوم أطول بكثير من المعتاد يصل إلى ضعف اليوم العادي. وفي الصين هناك آثار قديمة ذكرت أيضا أنه حدث يوم طويل في أثناء حكم الإمبراطور ييوو، وفي سجلات الصينيين ييوو كان يحكم في زمن يوشع بن نون. وتحدثوا في شمال وشرق أمريكا عن ليل طويل مفاجئ أيضا. هناك تقليد مكسيكي من الحضارات القديمة أنه جاء بداية فجر طويل جدا في تاريخ الحضارة المسماة بالميزو في زمن نهوة إنديانا، وقالوا كان الليل لا يريد أن ينتهي. وأيضا أمر مشابه مسجل في حضارة الأزتك المكسيكية، وسجل الراهب برناردينو دي سهاجون أن السكان الأصليين لأمريكا قالوا بوقوع كارثة كبيرة، وهي أن الشمس بدأت تشرق قليلا ثم توقفت يوما كاملا والقمر لم يختفي. هذا بالإضافة إلى دليل هام جدا، وهو لوحة بالخط المسماري من زمن يوشع مسجل فيها هذا الحدث من الأموريين أنفسهم. ألا يعتبر ذلك دليلا على صحة وقوع ذاك الحدث؟ إن وجود أدلة تاريخية عن تحدث الجميع عن فرق بين الليل والنهار كوجود يوم طويل في مصر وليل طويل في المكسيك يؤكد دقة هذه المعلومة من أن سرعة الأرض تباطأت جدا، مما أدى إلى تغيير مؤقت في مواقيت الليل والنهار. هل تباطؤ حركة كوكب ما مقبول من الناحية العلمية؟ لا يوجد لدى العلم اليوم ما يبرر رفض إمكان وقوع هكذا شيء وفقا لظروف خاصة. هنا قمنا بالبحث عن كوكب قلت حركته نتيجة لتعرضه لحادث معين، فوجدنا خبرا ينقل حقيقة علمية تاريخية أن كوكب المشتري يوم 22 من شهر يوليو عام 1994 قلت حركته ثم عادت طبيعية مرة أخرى عندما اصطدمت به شظايا ضخمة من مذنب كبير. وقد ورد في دليل علمي صادر عن وكالة ناسا عن أن سرعة الأرض تتباطأ مع الزمن بفعل أسباب معينة. إذن وقد أثبت علميا إمكانية تباطؤ حركة كوكب ما، فما قد يكون السبب
وراء بطء سرعة حركة الأرض حينها. بفعل دوران الشمس ينتج حقل مغناطيسي وموجات تنتج ذبذبات هائلة تنتج عنها حركة الكواكب حول نفسها، مما ينتج الليل والنهار. ففي حال تباطأة الشمس عن الدوران سوف يؤثر ذلك على سرعة حركة الأرض. يوجد دليل صادر عن وكالة ناسا يؤكد إمكانية توقف الأرض أو تباطؤ سرعة حركتها جراء اصطدامها بكوكب أو جسم هائل. وقد أشارت وكالة ناسا عن إمكانية توقف الأرض أو تباطؤ سرعة حركتها بفعل معجزة ما، وهذا ما نعتقد به نحن المسلمون، أي أن الأرض تباطأت سرعتها زمن يوشع بن نون بفعل معجزة، فطال بذلك نقوص الشمس فوق جبعون وبالتالي طال النهار. هل يقبل علمياً أن تتوقف الأرض عن الحركة دون أن تتسبب بأي كارثة أرضية وكونية؟ فكما أن حكمة ما دعت منظم الكون إلى ربط ظواهر معينة بظواهر أخرى باستمرار، مثل عملية المد والجزر المتعلقة بجاذبية الشمس والقمر، فهذه الحكمة نفسها تدعو أحياناً إلى الاستثناء، فتنفصل الظاهرتان إحداهما عن الأخرى فتحدث المعجزة التي تعطل قانونا طبيعيا اعتاد الناس عليه لحكمة إلهية. فنحن نعلم أن الحرارة تنتقل من الجسم الأكثر حرارة للجسم الأقل حرارة حتى يتساويا فيتوقف هذا الانتقال، لكن هذا القانون عطل لحماية حياة النبي إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وخرج منها كما دخل. يقول العالم الكبير أينشتاين: نحن نرى أن الكون منظم بطريقة رائعة ويخضع لقوانين معينة غامضة، حيث إن عقولنا قاصرة عن فهم تلك القوة الغامضة التي تتحكم بنظام الكواكب. رد الشمس لنبي الله سليمان. قال الإمام علي عليه السلام: اشتغل النبي سليمان عليه السلام بعرض الأفراس ذات يوم، لأنه أراد جهاد العدو حتى توارت الشمس بالحجاب، فقال بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس: ردوها علي، فردت، فصلى العصر في وقتها. فإذا كنا نؤمن بأن خالق الكون سخر الكون وموجوداته لأنبيائه وأوصياء أنبيائه للتصرف بها عند مواضع الحاجة كإعطاء النبي عيسى القدرة على إحياء الموتى وإعطاء النبي داود على تسخير الجبال والطير وتليين الحديد بيديه، قال عز وجل عن داود: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، وقال أيضا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فلماذا نستكثر رد الشمس على أمير المؤمنين وهو وصي سيد الخلق أجمعين؟ أنا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إن هذه السنة جرت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث رد الله عليه الشمس مرتين، مرة في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومرة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث رد الشمس رواه
13 صحابيا هم الإمام علي عليه السلام، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أسماء بنت عميس، جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي، أنس بن مالك، أم هانئ، أم المؤمنين أم سلمة، عبد خير، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله. حديث رد الشمس عند الخاصة. روى جابر وأبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه جبرائيل يوما يناجيه من عند الله، فلما تغشاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين علي عليه السلام فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس، فصلى علي العصر بالإيماء، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: سل الله يرد عليك الشمس لتصلي العصر قائما، فدعا فردت الشمس فصلى العصر قائما. رد الشمس في زمن خلافته عليه السلام. نقل صاحب كتاب ينابيع المودة عن كتاب المناقب عن الحسين بن علي عليه السلام قال: لما رجع أبي من قتال النهروان سار في أرض بابل وحضرت صلاة العصر، فقال: هذه أرض مخسوفة قد خسفها الله ثلاثا، ولا يحل لوصي نبي أن يصلي فيها. قال جويرية بن مسهر العبدي: صلى الناس هنا وتبعت بمئة فارس أمير المؤمنين إلى أن قطعنا أرض بابل والشمس قد غربت، فنزل وقال: أتني بالماء، فأتيته بالماء، وقال: يا جويرية أذن للعصر. فقلت في نفسي: كيف يصلي العصر وقد غربت الشمس؟ فأذنت، فقال لي: أقم، فأقمت، وإذا أنا في الإقامة تحركت شفتاه وإذا رجعت الشمس وصلينا وراءه، فلما فرغنا من الصلاة غابت الشمس بسرعة كأنها سراج وقعت في طشت ماء. مسألة رد الشمس بعد غروبها أو حبسها عن سيرها الطبيعي المعتاد لفترة من الزمن قد حدث في العالم مكرراً على فترات متباعدة ولدواع خاصة. وهذه الحقيقة كانت قد سجلت للإمام علي عليه السلام معجزة وكرامة ورفع لشأنه صلوات الله عليه، يعني أن الكون يتدخل في إثبات الحق. أضحت وكل وجودها لهوى علي مذعنا، أمر الأمير بها فعادت وهي ممن آمنا.